قضية بعد علي عبد الله صالح من اليمن بلده، هذا قضية غير مقبولة أساسا، وسياسة الإبعاد والنفي هذا انتهى عصرها. نحن في العصر في القرن 21، ولا أحد يملك في الدنيا كلها أن ينفي مواطن من بلده. أما عن مؤتمر الشعب العام ورئاسة مؤتمر الشعب العام، فعلي عبد الله صالح مستعد أن ينتقل الانتخابات، وأن ندعينا مؤتمر الشعب العام وننتخب رئيس بانتخابات ديمقراطية وتنافسية، وهذا شيء طبيعي. نحن جاهزون للانتخابات اليوم قبل غدا ومستعدين. خروج علي عبد الله صالح من اليمن ضرورة وطنية، لأن بقاءه يعيق العملية الانتقالية السياسية، فلا تزال جذوره وفروعه متواجدة ومتغلغلة في النظام السياسي. بقاء علي عبد الله صالح يعتبر تسميم للحياة السياسية، ويعطي دفعة معنوية لبقايا النظام لزعزعة الأمن ونشر الفوضى وتهديد نجاح المؤتمر الحوار وتقويض العملية السياسية في اليمن.